جريمة هي ثانية من نوعها في ظرف 10 أيام بمنطقة حمام بحجر ولاية عين تيموشنت بعد أن عثر على ممرض للصحة العمومية مذبوحاً. فما القصة؟ اكتشفت مدينة حمام بحجر التابعة لولاية عين تيموشنت غربي الجزائر ليلة الثلاثاء على وقع جريمة قتل شنعاء بعد أن عثر على ممرض مذبوحاً. وحسب المعلومات الأولية، الممرض حميد عراب في العقد الخامس من عمره يشتغل ممرضا في مستشفى سيدي عايد، وجد مذبوحا من الوريدية إلى الوريدية في شقته. هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا بغرض معرفة الأسباب والظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي تزال غامضة. تأتي هذه الواقعة الثانية ومن نوعها في ظرف 10 أيام بعد أن اهتزت المدينة ذاتها على وقع جريمة قتل مجوهرتي تعرض لعدة طعنات في جسمه سببت له نزيفا حادا وإصابات أدت إلى وفاته.